مقدمة. تناقش الرسالة موضوع تأثر اللغات السامية قديمها ومعاصرها كالعربية والعبرية والآرامية وغيرها باللغة المصرية القديمة، وتعد استكمالا لما خلصت إليه رسالة الماجستير للباحث بعنوان اللغة المصرية القديمة وأثرها على اللغات الحديثة، والتي أظهرت مدى تأثر اللغات الأوروبية عبر تأثر اليونانية واللاتينية لغتي اليونان والرومان باللغة المصرية القديمة، بالأخص خلال الفترة من 332 قبل الميلاد وحتى 641 ميلادية، حيث دخلت العديد من المفردات المصرية القديمة عبر حوالي 10 قرون من الزمان، بالذات هي فترة الاحتلالين اليوناني والروماني لمصر، في مفردات بل وفي جذور مفردات اليونانية واللاتينية ومنهما إلى مختلف اللغات الأوروبية. فبقليل من التأمل يمكننا أن نلحظ أن كلمة ديشرت المصرية القديمة بمعنى صحراء مثلا هي ديزرت في الإنجليزية، وهي ديزير في الفرنسية، وديزيرتو في الإيطالية، وديزيرتو في الإسبانية بنفس المعنى مع تقارب النطق، وهكذا في آلاف المفردات الأوروبية لمختلف اللغات الحديثة، وهو ما تركز عليه بالأكثر رسالة الماجستير سالفة الذكر، والتي تتعرض لتأثر اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية واليابانية، وهي اللغات التي مارسها الباحث من خلال عمله بها كمرشد سياحي منذ 1992 باللغة المصرية القديمة. هذا وقد أظهرت رسالة الماجستير ذاتها أيضا امتداد هذا التأثر إلى المنطقة السامية المحيطة بمصر، والذي بدا معه من خلال دراسة سريعة لبعض مفردات العربية في مقارنتها بالمصرية القديمة أن التأثر يبدو أكثر وأوسع منه في حالة اللغات الأوروبية وغيرها الأكثر بعدا جغرافيا عن مصر من المنطقة السامية، وبالتالي فمن المنطقي أن يكون التأثر أكبر وأعمق، وهو ما خلصت إليه رسالة الماجستير. إلا أن دراسة متأنية مستفيضة للتأثير السامي أيضا كان يلزمه أن تفرد له رسالة خاصة مستقلة، وهو ما دفع الباحث استجابة لما طلب منه آنذاك حتى يتسنى له تسجيل الرسالة الجديدة إلى دراسة العبرية واللغات السامية دراسة مكثفة حتى حصوله فيها على درجة الليسانس، وقيامه بإضافة العبرية كإحدى لغات ترخيصه بالإرشاد السياحي ليبدأ فورا في مقارنة مختلف اللغات السامية، موضع المقارنة في هذه الرسالة باللغة المصرية القديمة. إن التأثير المتبادل بين مختلف الحضارات واللغات من الأمور المسلم بها في كثير من المجالات، وبغض النظر عن الجدل الذي عادة ما يثار حول أي اللغات ذات العلاقة ببعضها البعض هو من أثر في غيره، فإنه تبقى دائما القاعدة العامة للحكم والحقيقة التي لا ينبغي أن يغفلها كل من رغب في توخي الأمانة العلمية، وهي أنه في حالة وجود تأثر واضح وجلي ما بين حضارتين أو لغتين، فإن الحضارة أو اللغة الأسبق ظهورا من واقع الوثائق المتاحة تكون هي التي أثرت على الحضارة أو اللغة الأخرى التي لحقتها. إن الوثائق هي المادة التي يتم على أساسها الحكم علميا والتأريخ، ويستمر التقدير التاريخي المبني على أساسها لحين ظهور وثائق جديدة على الساحة العلمية قد تعيد يوما ترتيب ما عرفه وأقره العلم من معلومات عن عمر الحضارات ومبادئ نشوئها. فالوثائق إذن هي المادة التي تعتمد عليها العلوم عامة في تقدير أسبقيات الحضارات وبالتالي إمكانية تأثيرها في بعضها البعض. فإذا وجد تأثر واضح وشبه كبير بين اللغة المصرية القديمة والتي ترجع بداياتها لحوالي عام 3400 قبل الميلاد واللغات المعاصرة ذات الأصول السامية كالعربية والعبرية، فإنه يكون من الطبيعي أن نقر بأن هذه اللغة المصرية السحيقة في القدم قد أثرت في اللغات التالية لها من واقع الوثائق والمستندات، ولحين ظهور وثائق جديدة عربية وعبرية وآرامية تسبق تاريخيا ما لدينا من وثائق مصرية قديمة ترجع تقريبا لعام 3200 قبل الميلاد، وترجع إرهاصاتها في تقدير بعض العلماء لعام 3400 قبل الميلاد. وهذه هي الفكرة العامة التي يمكن من خلالها الحكم على أي من الحضارات واللغات قد أثر في سواه بصفة عامة عبر
صفحات هذا البحث الذي يتناول علاقة اللغة المصرية القديمة باللغات السامية قياسا على العربية والعبرية والأرامية في لهجتها الأكثر شهرة وهي السريانية، مع التطبيق على صيغة الـ All Perfective كنموذج، ومع إيراد العديد من الأمثلة للتوضيح والإدراك مدى التقارب والتأثير المشترك، نظرا لكون اللغات العربية والعبرية والآرامية من أصل واحد أو من مجموعة لغوية واحدة اصطلح على تسميتها باللغات السامية. نشأت فكرة هذا العمل نتيجة لما توصل إليه الباحث قبل وأثناء دراسة الماجستير، حيث لاحظ أولا المئات من المفردات في مختلف اللغات التي تتقارب مع اللغة المصرية القديمة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية، بل وفي أحيان نادرة اليابانية بدرجة أقل كثيرا، باللغة المصرية القديمة التي أثرت أولا في الجذور اليونانية واللاتينية القديمة والتي يعترف عالميا بكونها الأصل للغات الأوروبية الحديثة. إلا أن رسالة الماجستير سالفة الذكر قد أظهرت أن تأثر اللغة العربية باللغة المصرية القديمة يبقى هو الأقوى والأكثر وضوحا للوهلة الأولى، ودون الحاجة لإعمال الكثير من قواعد الإبدال لتوضيحه كما هو الحال أحيانا مع اللغات الأوروبية. وواقع الأمر أنه إذا كانت اللغة العربية قد تأثرت بهذه الصورة باللغة المصرية القديمة، فإنه يكون من المنطقي تأثر اللغة العبرية باعتبارها من نفس المجموعة اللغوية باللغة المصرية القديمة، وهو ما دفع الباحث تلبية لمطلب أساتذته بجامعة القاهرة لدراسة العبرية واللغات السامية، فقام بدراستها ل4 سنوات إضافية بكلية الآداب جامعة عين شمس حتى يتسنى له التسجيل للدكتوراه، ليتضح له بجلاء أكثر قدر تأثر العبرية والآرامية وغيرها بصورة بالغة باللغة المصرية القديمة، بصورة تزيد فيما يعتقد عن تأثر اللغة العربية بها، وذلك إذا ما أخذ في الاعتبار حجم المفردات في اللغة العبرية والذي يقل كثيرا جدا عنه في اللغة العربية فائقة الغنى في مفرداتها ومترادفاتها. من أهم الأعمال السابقة في هذا المجال مخطوطة قاموس اللغة المصرية القديمة لأحمد باشا كمال 1851 ل 1923 ميلادية، والذي صدر 20 جزءا من أجزائه 23، والذي تعرض فيه مؤلفه للمقارنة بين مفردات اللغة المصرية القديمة واللغة العربية في منهج يتسم بالتقريب بين اللغتين، وهو المنهج الذي بحسب ما تذكر مقدمة مختلف الأجزاء من مخطوطة القاموس كان السبب وراء عدم طبع القاموس عند الانتهاء منه، وتم إيقاف هذا العمل ولم يخرج للنور، وخاصة بعد وفاة أحمد باشا كمال في نفس العام أي عام 1923 الذي رفض فيه القاموس، وحتى خرجت أول أجزاء عام 2005 أي بعد 82 عام من وفاة صاحبه ومن جهود الرواد الأجانب في المجال، مساهمات أدولف إيرمان وهيرمان جرابو وتشيرني. ولقد أسهم آخرون من جيل الرواد ومن أبرزهم الدكتور أحمد بدوي والدكتور عبد العزيز صالح والدكتور جورجي صبحي إسهامات ملحوظة في هذا المجال، كما لا يمكن مطلقا أن تنسى المساهمات الجليلة لأستاذ أساتذة اللغة المصرية القديمة نور الدين في هذا المجال وتبنيه لقضية المتوارث من اللغة المصرية القديمة، وكذلك الدكتور عادل فريد طوبيا والدكتور أشرف محمد فتحي والدكتورة زينب محروس والدكتورة هبة مصطفى والدكتور سمير أديب والدكتور عبد الحميد عزب والدكتور محمد بهجة القبيسي والدكتور علي فهمي خشيم والمهندس سامح مقار والدكتور يسر صديق والدكتور مصطفى عطلة والدكتور إسرائيل ويلفنستون وغيرهم. إن أهم الصعاب التي واجهت الباحث تمثل في عدم تقبل البعض لفكرة الرسالة أو تصور أن تكون هناك بالفعل علاقة تأثير من اللغة المصرية القديمة في كثير من اللغات، وهو ما شكل صعوبات جمة للباحث في البداية لولا مؤازرة الدكتور نور الدين للباحث في التغلب عليها. أما من الناحية الفنية فلعل أبرز الصعوبات الفنية تمثلت في محاولة تهيئة الجداول الإلكترونية لتقبل مختلف خطوط وفونتات اللغات المختلفة
بنفس الجدول، وهو ما اضطر الباحث أحيانًا لأن يورد اختصارين لنفس المرجع بقائمة الاختصارات، بحيث يرد الاختصار الأعلى منها فقط بالجداول الإلكترونية، والأسفل وهو الاختصار الشائع بالنصوص العادية بالرسالة، وذلك نظرًا لعدم تقبل الجداول الإلكترونية المعدة بتنسيق فونتات اللغات المختلفة لبعض الاختصارات الشائعة والمتعارف عليها دوليًا بسبب اختلاف نظام التقييم الكودي الإلكتروني بالجداول الإلكترونية عن التنسيق العادي، وذلك بعد تنسيقها لتقبل فونتات اللغات السامية المستخدمة بالرسالة.